اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في حلقه خاصه جدا 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 عن تيشرت النادي الاهلي. زي ما احنا قلنا لحضراتكم قبل الفاصل، هاشتاج الحلقه حكايتك مع تيشرت الاهلي. ابعت لنا كل الذكريات، كل الصور، كل الحكايات اللي عندك الخاصه بتيشرت النادي الاهلي. اول تيشرت جبتها كانت ايه، وايه التيشرت اللي دايما بتفكرك بالجيل اللي انت بتحبه من عظماء النادي الاهلي. طبعا شرفنا ونورنا في الاستوديو، يعني حد مش غريب، هو بيته ومكانه سواء النادي الاهلي او القناه، واكيد هنتكلم معاه عن حكايات كتيره جدا. هو دايما الصندوق الاسود واللي يعرف كل الاسرار داخل القلعه الحمراء، عصر يعني نجوم كتيره جدا واجيال عديده جدا جدا جدا. لكن مش هنساله عن صفقات، مش هنساله عن تعاقدات، هنساله بس عن تيشرت النادي الاهلي. هو المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات النادي الاهلي. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا بيك يا عمر. اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اكيد يعني 2 على 1 ماشي، انما هي كويس القعده تبقى وي خالص. ما انا زي ما بقول لحضرتك بقى، حضرتك بتطلع في ملك وكتابه 2 على 1، احنا النهارده هنطلع حضرتك 2 على 1. هي اكيد حلقه هتبقى مميزه ومهمه جدا طبعا من خلال استضافتنا لقيمه اداريه كبيره، قيمه اعلاميه كبيره، والاهم من كل ده ان هو قيمه اهلاويه كبيره جدا جدا، وهو الباشمهندس عدلي القيعي، وهو فخر وشرف ان احنا نكون معاه في حلقه النهارده.